انت عم تحكي جواهر عم يا ابو بشير، لازم يعرفوا ان احنا واقفين بوشهم لو شو ما صار. وانا الليله رح بحرس الحاره. وانا كمان بدي احرس الحاره معه. يا جماعه، مين ما حرس منا لازم يدير باله منيح. اول ما يلمح اي حركه منهم لازم يخبرنا على الحاره. وينك بدر؟ وعلى اساس رايح تكي وراجع؟ وين غطي؟ رحت خبرت الفوزيه وطار اعلى بالفرح لما دريت انه انا طالع حراسي، وعملت لي صفرطاس حطيت له فيه شويه اكلات عشان نتسلى فيهم بالليل. وليش ما عملت لك بريق شاي؟ تكة واحدة بروح وبرجع اجيب لك. لك تعال لهون، لك انا كنت ناقصك. بعدين رحت جبت سلاح من المطبخ. عصام حدا فات على الحارة بغيابي؟ ايمتى الحارة بدها ترجع مثل اول؟ تفتح تكاكينا. شايف قديش هالحارة حزنانة؟ ايه والله حزنانة. مرتي فوزية كل يوم تتوحم على شيء، وانا ما عم بقدر اجيب لها اياه. شنو دكاكين الحارة كلها مسكرة. امبارح مرتي فوزية توحمت على اكلة ششبرك. قول العجين مقدور عليه، بس معلومك الششبرك بده لحمة ولبن، والتنتين من زمان ما عدنا شفناه. خايف يا سيد عصام هالولد اللي ببطنه يجي نشفان ويابس. شو ها؟ نشفان ويابس؟ ليش عيلتك رح تخلف لك عرق فاصولية؟ الله عليك يا سيد عصام، شو حكياتك ظراف؟ كأنه أخوك معتز، ليش هيك مو ظريف مثلك وحكياته حلوين؟ البطن بستان بيجيب أشكال وألوان. هلأ أمك لو خلفت لك أخ رح يجي مثلك هيك خنطق منطق؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ ما بيطلع فهيم وذكي مثلي. منيح اللي ما جابت لك أخ، لأنه ضربتين على الراس بيجعوا. جاهزة؟ جاهزين سيدي. بالاستناد إلى قوانين المحكمة العسكرية العليا وإلى قوانين المفوضية السامية الفرنسية في سوريا ولبنان، قررت المحكمة العسكرية ما يلي: يحكم على كل من هشام حمصاني الملقب بأبو شهاب، وعلى المدعو بهجة الشامي الملقب بأبو حاتم، وعلى مجموعتهم المؤلفة من 15 مخربا من حارة الضبع، بالإعدام شنقا حتى الموت. تبلغ الجهات التنفيذية في الدرك بالبحث وتنفيذ ما ورد في الحكم المذكور. المفوض السامي العام لقوات الجمهورية الفرنسية في الشرق شارل دومارتين. الله أكبر! الله أكبر! لا إله إلا الله! لا إله إلا الله! والشهيد حبيب الله! والشهيد حبيب الله! قل هل هدي هل هل ذلك! قل هل هدي هل هل ذلك! قل هل هدي هل هل ذلك!
عصام شو عم تحكي انت؟ بوس ايدكم خالي يحكوا غير هالحكي. يا خالي حكموا بالاعدام على الكل وعلى اخي ابو شهاب كمان. يعني بدهم يعتبوا اخي معتز وجوزي وخالي ابو شهاب واخي بشير كمان. حكموا على كل اللي طلعوا من الحاره، ما تركوا حدا من شرهم. لا 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 حكمون اعدام؟ اي والله عقيد طقون اعدام كلهم قشه لفه وما فيهم ابو شهاب. ابو شهاب؟ ليش ابو شهاب معروف وين هو؟ وين هو؟ صحيح ما حدا بيعرف. نمس انطرني الدكان هلا بيجيب الحكم. الله معك عقيد، الله معك والدرب سلطاني. لا طقون اعدام كلهم كبيره، هي كبيره كتير. يا لطيف يا لطيف قولي منيح ما كنت من اهالي حاره الطبع. والله بعرف بعد هالخبرية اللي سمعتها مالي على بعض بنوب اسودت الدنيا بوشي، كأنه حدا ضاربني على راسي ضربة وما عم بقدر اصحى منها بنوب. هالحكم اللي صدر بحق الشباب ظلم بظلم. اي أيوة والله ظلم بظلم يا مختار. على كل حال الكتلة الوطنية دعت الزعامات والوجهات لاجتماع عاجل لحتى يبتوا الرأي باللي صار. الشام كلها لازم تقوم يا مختار. اللي صار ما سهل بنوب، هذول جماعة اشراف واللي عملوه بيعملوا كل واحد في براسه دينه ولخمه وشرف. اي والله اكيد الليله رح يتوصلوا لقرار ان شاء الله. مختار نحن بإمرة الطيبين واللي بيقولوا ما فينا عليه. تعريف نحن لازم نبلغ الشباب ونحذرهم ونوصلهم اللي صار. حاكم اذا بينكمش حدا منهم بتروح عليه. والله ولا يهمك مختار، انا ناوي اروح لعندهم وخبرهم باللي صار. سلام. أعدام؟ ماشي معتز؟ وين راح؟ أنا لح بالحوض بلا ما يعمل شي شغلة ما لها بالحصان. تعرفت هيك أبو النار؟ مور حسان بتقول لأبو صياح إنه رجالي برقبتي وقل له يطمن ويرتاح، بإذن الله ما بيصير إلا كل خير. بسيطة يا أولاد الكل. أمانة برقبتنا والحفاظ عليهم واجب علينا. اهدى وصلي على النبي يرحم عيون بيك. قتلك للضابط ما رح يحل المشكلة بنوب، بالعكس هني أصلا لو سائلين عن الأسر رشياتهم اللي عنا ما كانوا حكمونا بالاعدام. فليش لحتى توسخ ايدك فيه؟ اتركه، نحن الحق معنا وربك من حالي سما ناصرنا. الله عز وجل قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. شو بدك احسن من هيك؟ اعطيني هالفرد الله يرضى عليك، اعطيني اياه يرحم عيون بيك. الله يرضى عليك، خير ما عملت يا ابني، خير ما عملت. وحكم الاعدام اللي طلع بحقنا ولا يهمك بنوب، رميه بقفا ظهرك لانه نحن عم ندافع عن الحق وربك عز وجل ناصرنا. رجعوا الأسير لمحله وكرموه، هدول أماني برقبتنا.
أراضيك يا أمي وين أراضيك يا مو. صلي على النبي يا مو. يا رب يحميك يا رب. معتز بخير يا مو. طولي بالك. نحن لقينا الكلمة. طمني بورا كيف صارت مرت عمي؟ إن شاء الله أحسن. إن شاء الله أحسن. سلم إيديكي رح تطمني على بنتك. إيه والله يلا يا مو. جلسي تقريني عشان تشربي اليوم يا مو. على ما بسم الله الرحمن الرحيم. شو بدنا نعمل خالي؟ شو بدنا نعمل؟ والله الحالة مع الطنطار. والله ما بعرف يا خالي ما بعرف. ايدينا ورجلينا مربطين. حسبي الله ونعم الوكيل فيه هون. حسبي الله ونعم الوكيل فيه هون. طيب خالي نحن ما لازم نوصل خبر للشباب على هالمصيبة اللي صابتنا؟ اكل هم ما يوصلون الخبر. ما الشام كلياتها دريه. بعدين ابو صياح والشباب بيخبروهم. ابن عمي. لك شو؟ ابن عمي الله يخليك. الصغيرة حرارتها مرتفعة كثير. دبري حالك. شو اعمل لك يعني لطفية؟ شو اعمل لك؟ هدي حالك عصام. شبنا امك تعبانه. والله يا خالي ما عم بعرف منين بدي لاقيها، من هون ولا من هون. انا رايح على الحمام اخذ رجال وعلى المضافه. اطمن على امك والحقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عتز.